أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأخبار، نبدأها بالعناوين. هدنة غزة تدخل يومها الأخير وسط مساع لتمديدها. بايدن يرحب ونتنياهو يشترط إطلاق 10 محتجزين عن كل يوم إضافي. استقبالات حاشدة للمحررين من سجون الاحتلال، والإعلام الإسرائيلي يؤكد نجاح المقاومة في إظهار قدرتها رغم وجود الجيش في الشمال، ويقول السنوار أنزل كارثة بالإسرائيليين. ومن شمال القطاع، القسام تسلم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين لديها. الإعلام الإسرائيلي يعتبر الخطوة استعراضا للقوة، ومسؤول أمني كبير يراها مثيرة للقلق جدا. وفي الضفة الغربية، مقاومون يتصدون للاحتلال في جنين والخليل ونابلس ورام الله. اعتداء إسرائيلي على مدارج مطار دمشق الدولي يخرجه من الخدمة، ووزير الخارجية الكوبي يندد ويقول إفلات إسرائيل من العقاب عن أعمالها يجب أن ينتهي. تظاهرات التأييد والتضامن مع غزة تتواصل حول العالم، ومحتجون أمريكيون على دعم الكيان يغلقون جسر مانهاتن الرئيسي في نيويورك. من المتوقع أن تبدأ اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل بين كيان الاحتلال وحماس، وذلك تزامنا مع توقعات باستمرار المساعي من أجل تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم. هذا وتمت أمس بنجاح المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى بشروط المقاومة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 21 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال خارج سجن عوفر غرب رام الله بعد اعتدائهم على العوائل التي كانت تنتظر أبنائها العائدين إلى الحرية. والله صامدين ومحمد ربنا غير نضل صامدين. إذن حررت المقاومة الفلسطينية 39 أسيرا قاصرا من سجون الاحتلال في مقابل تسليم كتائب القسام 13 أسيرا وأسيرة إسرائيليين وثلاثة محتجزين تايلانديين وآخر روسي إلى الصليب الأحمر الدولي. وكان لافتا هذه المرة أن تسليم القسام للأسرى تم في شمال غزة لا عبر معبر رفح. الأسرى الفلسطينيون المحررون وبينهم 21 من القدس المحتلة وصلوا إلى بيوتهم في عدد من مدن الضفة أيضا وسط تضييق مارسته قوات الاحتلال لمنع الاحتفالات والاستقبالات الشعبية لهم. وشهد دوار الساعة في البيرة تجمعا حاشدا لاستقبال الفتيان المحررين وسط هتافات تشكر المقاومة إنجاز التحرير. طبعا الله يكون بعون الاهالي في غزه وفي الضفه والشهداء اللي تحت الردم بعدهم والجوامع التي يعني انهدمت. ما كنت بعرف انه ابن عمي الشهيد باذن الله محمد محمود فريحات، ما بكيتش بعرف يعني انه استشهد. اليوم انا لما طلعت عرفت انه استشهد هسه يعني قبل شوي. الله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا. هذا ونشرت القسام مشاهد للإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين والتي جرى تسليمها إلى الصليب الأحمر في شمال غزة، صورة رآها مسؤول أمني كبير في جيش الاحتلال مثيرة للقلق جدا.
قناة كان الإسرائيلية رأت أن أغلبية الأسرى المفرج عنهم كما يبدو كانوا محتجزين في شمال قطاع غزة. وأشار موقع القناة 12 إلى أنه جرى نقل المختطفين من مدينة غزة بحضور سكان من المدينة مع استعراض قوة لمقاتلي القسام. وأضاف أن الأسرى الإسرائيليين كانوا محتجزين في المنطقة التي كان الجيش الإسرائيلي يعمل فيها. ومن بين الأسرى الأشبال الذين تحرروا القسام ونصر الله أعور وللإسمين رمزية جميلة، نتابع كيف كان لقاؤهما بعائلتهما في سلوان بالقدس المحتلة. سيدة فلسطينية وسط رام الله تطلق صرخة خلال استقبال الأسرى المحررين أو المحررين عفوا تحيي فيها المقاومة وغزة. والله ما جئنا احتفالا، ما جئنا احتفالا وجرحنا ينزف في غزة، جئنا نستقبل أحرار فلسطين، جئنا نستقبل أحرار فلسطين، وغزة لها علينا حقا أن نقف بجانبها، نؤازرها، ندعو لها. يا قسام يا حبيب، يا قسام يا حبيب، يا سرايو يا حبيب، يا سرايو يا حبيب، واقصف دمر تل أبيب، واقصف دمر تل أبيب، واقصف دمر تل أبيب، واقصف دمر تل أبيب. يا أبو بيدا عيد المرة، اخطف جندي وحرر الأسرى، اخطف جندي وحرر الأسرى، اخطف جندي وحرر الأسرى. ليش الخوف وليش الخوف، ليش الخوف وليش الخوف، الحجر صارك كلاشينكوف، الحجر صارك كلاشينكوف. قولوا الله قولوا الله، قولوا الله قولوا الله، والد الأسير المحرر موعد الحاج قال للميادين إن فرحة تحرير الأسرى ممزوجة بدماء شهداء غزة، ووجه تحية للمقاومة من القطاع إلى جنين. والله فرحة توصل يعني ناقصة، هي هاي الفرحة يعني مغموسة بالدماء، دم الشهداء غزة، الدماء يعني فرحة، فرحة يعني فرحة. 20,000 شهيد و 30,000 مفقود، الجرحى 30-35,000، يعني فرحة مغمسة بالدماء يعني. ولكن الحمد لله نفرح لأهلنا، وإن شاء الله تبييض السجون هذا اللي مصبرنا. وتحية لكل مقاوم على أرض فلسطين، من غزة إلى جنين إلى كل شبر في فلسطين. الأسير المحرر أسامة مرمش يتحدث عن معاناة الأسرى ويوجه رسالة بعد الإفراج عنه. والله فرحة لا توصف، بس برضه في زعل، في زعل على الأسرى اللي معي. كل يوم كل ليلة بفوتوا بيضربوهم هم من أيمين،
نصحى من الايام فوقينا بالدبسات هذول الحديد والعظم بيضربوا فينا، اقسم بالله مش طبيعي عذاب. شو كيف الاوضاع في الزيون تغيرت بعد 7 اكتوبر؟ فاتوا علينا خمعه وتفتيش، اخذوا التلفزيونات الراديوات كل شيء بوصلنا للعالم الخارجي اخذوه، اخذوا منا ادوات الطبيخ، الاكل كامل اخذوه، صاروا يجيبون الاكل من المدنيه، يجيبون الاكل 50 حبة بطاطا ل 70 واحد أو 80 واحد جوا القسم، يعني ما يكفيناش ربطتين خبز لثمان أشخاص بالغرفة. الله محيي كتاب القسام والوحدة الوطنية يا عمي، وإن شاء الله يفرج عن أسرانا الباقيين ويعملوا صفقات بأسرع وقت، لأنه وضع الأسرى صعب. شو صعب؟ صعب صعب، والله ينصر أهل عزة ويشفي جرحاهم ويرحم شهدائهم ويعمل مقاومين يا رب. قطاع غزة المحاصر يفك قيد سيدات وأطفال بعمر الورد خذلتهم المؤسسات الدولية والأممية. كثيرة هي الرسائل التي حملتها صفقة تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال، لعل أبرزها أعراس الحرية التي تحدت قيود الاحتلال ورفعت نبض المقاومة على امتداد الأرض المحتلة. تغلب الابتسامة الدمعة في فلسطين المحتلة، دفعات دفعات يعانق الأسرى الأطفال والأسيرات الحرية، يعودون إلى بيوتهم في الضفة الغربية. هؤلاء لم تسعفهم مؤسسات حقوقية أو ينصفهم يوم طفل أو يوم مرأة عالمي. قيودهم فكها قطاع غزة القابع تحت الحصار والنار الإسرائيليين منذ نحو عقدين. هكذا تترابط الساحات وتتكامل فعلاً وفكرة. يا أبو يا حمار، الله أكبر، تحية للقدائر الستين، تحية للقدائر الستين. نحكوا للمقاومة الله يحميها، وهيك بدنا رجالنا، والله يحميهم للمقاومة في غزة ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا، وعاشت المقاومة وعاش كل من دعمها، وتحية للقدائر الستين. تتوالى الأعراس في فلسطين، أعراس شهادة وأعراس حرية. لا تروق الاحتلال الإسرائيلي مظاهر الفرح هذه التي ترتبط بمفهوم الكفاح الفلسطيني منذ الأزل. تعودت بيوتات فلسطين أن تقيم الأفراح على شرف الحرية. لا غرابة إذن أن يفرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على الاحتفالات بفك قيد الأسرى كما فعل مع ابنة القدس إسراء جعابيص، الأسيرة التي اكتوت بنار الأسر على مدار سنوات تخرج أكثر عزماً وثقة. أنا خجولة إني أعبط لأنه صار زلمة، بس كل ما أتذكر أول كلمة يما بعود بتذكر إنه هو لسه صغير بنظري. يزيح الأسرى المحررون ستار العتمة عما يجري من انتهاكات داخل معتقلات الاحتلال. ما نطلعش طول اليوم، نضلنا بس نص ساعة، حتى أقل من نص ساعة، مرات نطلع 5 دقايق ويسكروا الفورة، كل غرفتين بيطلع نص ساعة. أكل كانوا يجيبوا الأكل صحن لـ8 يقعدوا على صحن، خبز ليومين بيجيبوا 20 خبز لكل 2 ليومين. في أشبال صغار يعني بتعاني وضعفوا، يعني من مرة بيقدروش يمشوا نصهم. كثيرة هي الرسائل التي بعثوا بها من داخل الأسر، لكن الرسالة الأبلغ كانت لحظة وطئوا أرض بيتونيا وخرجوا إلى ضوء الحرية على مواقيت رسمتها المقاومة بإرادتها، لا بقرار حاكم عسكري إسرائيلي أو ضابط شبك. صحيفة هارتس الإسرائيلية أشارت إلى أنه تقرر الانتقال بسرعة أكبر إلى شمالي القطاع في عملية التبادل، لافتة إلى أن العبور نحو جنوب القطاع إلى رفح يحتاج إلى رحلة طويلة. وأشارت إلى أنه في الصفقة الأولى تعرضت المركبات التي تقل المخطوفين للهجوم بالحجارة من قبل فلسطينيين. الصحيفة أكدت نجاح حماس في إظهار أنها لم تهزم في شمال قطاع غزة. وشددت الصحيفة على أن السنوار أنزل كارثة بالإسرائيليين، ورجحت أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة بضعة أيام أخرى.
من جهتها أعلنت حركة حماس السعي لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لأربعة أيام، وذلك عبر البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين. رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد لفاينانشال تايمز استعداد الاحتلال لتمديد الهدنة إذا كان لحماس دليل على أن لديها المزيد من النساء والأطفال لإطلاق سراحهم، وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي تنسق مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن. الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة تمديد الهدنة. بايدن كان قال خلال كلمة له أمس إنه يتوقع أن تطلق حماس سراح مزيد من الأمريكيين، وأن الهدف هو تمديد الهدنة لإخراج مزيد من المحتجزين. نواصل الضغط ونتوقع إطلاق سراح مزيد من الأمريكيين أيضا، ولن نتوقف عن العمل حتى تعود كل رهينة إلى أحبائها. هذا هو هدفي، وهذا هو هدفنا المتمثل في إبقاء الهدنة إلى ما بعد الغد، حتى نستمر في رؤية مزيد من الرهائن يخرجون، ويستمر ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستستأنف عدوانها على غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. نتنياهو لفت إلى أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حركة حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم. سنرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر. أبلغت الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. بدوره لم يستبعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان موافقة الرئيس بايدن على تشريع بمنح إسرائيل مساعدات مع وضع شروط. هل يجب أن نفهم من كلام الرئيس أنه منفتح على توقيع تشريح بمنح إسرائيل المساعدات مع وضع شروط؟ اعتقدت أن الرئيس لا يمكن أن يكون أوضح عندما أجاب عن السؤال، وهو أقر بالفكرة. هل هذه نعم جيك، هل هو منفتح على ذلك؟ مرة أخرى سيواصل التركيز على ما يحقق النتائج، وكما قال في المؤتمر الصحفي بوضوح، وكما ترون من حقيقة ما شهدناه من إطلاق سراح الرهائن خلال الأيام القليلة الماضية، فإن النهج الذي يتخذه هو الدبلوماسية الرئاسية المباشرة خلف الأبواب المغلقة مع الإسرائيليين ومع شركائنا العرب، وهذا ما يولد نوع النتائج التي نشهدها الآن. مراسل الميادين في العراق أفاد الليلة الماضية بسماع دوي انفجار تبعه تصاعد أعمدة الدخان قرب قاعدة حرير في مدينة إربيل بكردستان العراق. إلى ذلك قال الناطق باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني إن معلومات المقاومة العراقية تتطابق مع ما اعترف به العدو عن حجم العمليات وعددها وتأثيرها والتي استهدفت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. وفي منشور له عبر موقع إكس أكد الحسيني أن المقاومة لم تسجل أي عملية يتيمة ولم تتبنى أي عملية لم يعترف بها العدو، وأضاف أن هذه العمليات كانت لفصائل جرى الإعلان عنها، وأن عدد العمليات سيزداد فيما لو انضمت بقية الفصائل لأن المعركة ما زالت قائمة. إلى ذلك شيعت كتائب القسام أربعة من قادتها استشهدوا في إطار معركة طوفان الأقصى في قطاع غزة. كتائب القسام أفادت في بلاغ عسكري بأن شهداءهم عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال أحمد الغندور أبو أنس والقادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيامة. رحمة الله عليك يا أبو محمد، رحمة الله عليك، 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 رحمة الله عليك،
في الضفة الغربية أيضا زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس عددا من شهدائها، في مقدمتهم القائد في سرايا القدس أسعد الدمج. الحركة رأت أن ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا من العدوان في غزة، وهي حرب صهيونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره. وأشارت إلى أن الفلسطينيين سيواجهون هذه الحرب في كل مكان ولا يستسلم الشعب أمام العدوان والإرهاب، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار الدعم والإسناد للمقاومة في غزة والضفة، مؤكدة أهمية انخراط كل القوى الوطنية والتيارات الشعبية في معركة الدفاع عن الوجود والأرض. أيضا في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة جبع جنوب جنين ودهمت عددا من منازل المواطنين. وكانت قوات الاحتلال شنت فجرا حملة اعتقالات واسعة شملت نابلس والخليل ورام الله، ليتجاوز عدد المعتقلين في الضفة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي 3200 معتقل. إلى ذلك تصدى المقاومون لاقتحامات الاحتلال في وادي الهرية بمدينة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم مع عقبة جبر ودهمت منازل عديدة بعد تفجير أبوابها ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول للمخيم. في إلى غزة، وفي إطار اتفاق الهدنة المؤقتة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إدخال 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمال القطاع، تحوي مواد غذائية وإغاثية وماء وحليب أطفال وأغطية. ويقوم متطوعو الهلال الأحمر بتوزيع المساعدات على المواطنين الصامدين في قطاع غزة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي نقل دفعة رابعة تتجاوز 20 طنا من المواد الطبية والأدوية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بهدف تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة العريش. وقالت في بيان إن العملية تشمل نقل المساعدات إلى مطار بغداد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، لترسل جوا أو ترسل عبر الطائرات العراقية إلى مصر. وسبق أن نقلت الجمعية أكثر من 32 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. قامت كوادر جمعية الهلال الأحمر العراقي هذا اليوم بإرسال أكثر من 20 طن من المساعدات الطبية، حيث سبقت هذه الوجبة 3 وجبات شملت أكثر من 32 طن من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وسوف يتم إرسالها هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي بالتنسيق مع رئاسة الوزراء العراقية والقوة الجوية العراقية، حيث ستسلم إلى المطار العريش في مصر إلى الهلال الأحمر المصري، ومن ثم سوف يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. كشفت الهدنة المؤقتة عن دمار كبير حل بالمناطق الشرقية لخان يونس، وذلك مع عودة الناس لتفقد منازلهم. وبالرغم من الدمار والأوضاع المأساوية، يؤكد الأهالي ثباتهم وتمسكهم بأرضهم ومقاومتهم. تقرير أحمد غانم. نحن هنا في المنطقة الشرقية لخان يونس، حيث تعرضت إلى دمار كبير بالطائرات الحربية التي نفذت عددا من الأحزمة النارية وسط تجمعات مدنية سكانية كاملة. كما ترون حجم هذا الدمار الذي طال هذه المنطقة. هذه أحد الحفر التي وقعت فيها إحدى البراميل أو أحد البراميل المتفجرة. انظروا إلى عمق هذه الحفرة التي تسبب بها أحد الصواريخ. دمار واسع، دمار كبير، عدة صواريخ استهدفت هذا المكان من الاحتلال الإسرائيلي، والحمد لله رب العالمين، وإحنا صامدين وإن شاء الله هنعمرها من جديد ونضلنا في بلاد. ولكن مخططات التهجير تتم إطلاقا، لن تتكرر النكبة مرة ثانية إن شاء الله. شكرا. إذن هذه معنويات الناس وهذه رسائل الناس هنا. رغم كل ما يفعله الاحتلال بإذن الله عز وجل صامدين، ومش حنتهجر ولا حنتزحزح من هنا، صامدين وحنظل وحنعمر أحسن من ما كان عليه قبل. دمرت بيوتكم هي سابقا؟ صح، لا، دمرت في عام 2014. تمام. الناس هنا كما تشاهدون هم جاءوا فوق ركام منازلهم، جمعوا ما يمكن جمعه، ولكن هم مصرون على البقاء رغم كل ما جرى لهم وكل ما يجري. والله احنا نقول الحمد لله صامدين ان شاء الله،
الحمد لله على كل حال. يعني رغم هذا الدمار ورغم العمل والاحتلال كله هذا ان شاء الله صامدين هنا. ما لناش يعني مأوى ولا شيء ضايل، بس حنعمل الخير وان شاء الله ونبني ونجدد احسن من قبل. ظننا معمرين الارض مهما كانت. مهما عملوا مهما حاولوا يهجرونا مش حيقدروا. حنرجع وحنبدا حنضلنا في وطننا. لو بدنا نرجع على ايام العصر القديم حنضلنا زي هيك. والله هي في النهاية أرضنا، ما فيش استغناء عنها نهائيا، يعني إيش ما يكون ما فيش لك مكان بديل في العالم، بالتأكيد حنرجع هنا، يعني حنحط الخيمة وحنصمد هنا. ومن أمام ركام منزلها هذه الحاجة جالسة في هذا المكان لنعرف رسالتها للعالم. أولا الحمد لله على ما حصل لنا، نحمد الله كل وقت وكل حين. رسالتي للعالم أن ينظروا إلى حجم الدمار بدون ذنب، يعني أصبح أثر بعد عين. بيتي 3 طوابق راح في غمضة عين، بيتي بنيته بدموع، بنيته بحرمان أبنائي وحرمان نفسي من أشياء كثيرة حتى أبني هذا البيت طوبة طوبة لآوي إليه، وفي الأخير يأتي الاحتلال الغاصم يهدمه في لحظات وفي ثواني. الحمد لله، ولكن باقون وصامدون. هذه هي رسائل الناس رغم حجم الدمار الكبير، إلا أن رسائل الصمود والثبات هي الماثلة حتى الآن بين جموع المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية لخان يونس خلال الهدنة. أحمد غانم، غزة، الميادين. تلة قليب في محيط المستشفى الإندونيسي في شمال غزة منطقة كان قد حولها الاحتلال إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، واستخدم مبانيها لقنص المواطنين واستهداف المستشفى، كما عاث جنوده خرابا في منازلها. تقرير من شمال القطاع للزميل محمود العوضي. نحن الآن في هذا المكان في شمال قطاع غزة، تحديدا على تلة قليب. هذه التلة التي كانت بمثابة ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، دخل الاحتلال هذه المنطقة وهي مطلة على المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، حيث كان يتمركز الجنود الإسرائيليين في هذه المنطقة يعتلون المباني. كما نشاهد هذه النوافذ، كان الاحتلال الإسرائيلي يثبت قناصته من على هذه النافذة ويطلق النار باتجاه أي شيء يتحرك هنا في هذه المنطقة أو حتى بالقرب من المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة. نشاهد أيضا هذه العبارات التي قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بخطها على جدران هذه المنطقة، يعني الساعة 6:00 صباحا هي وقت دخول الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة. أيضا تاريخ دخولهم في 21 من هذا الشهر. أيضا هذه العبارات، يعني كل الحب مثلا، صباح الخير يا غزة. أيضا في داخل هذا المنزل وجدنا بعض مقتنيات للجيش الإسرائيلي، قاموا برسم أيضا بعض الصواريخ على بعض الجدران وبعض الإشارات أيضا التي وضعوها وأسماء الجنود. زي ما أنت شايف فساد وخراب، ما لما تبقى من بيوتنا إلا الدمار. طبعا تركونا عبارات هنا لم نفهم مغزاها، قال إنه صباح الخير يا غزة، يعني بيستهزئوا فينا. حول الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة إلى ثكنة عسكرية عاثت فيها آليات الاحتلال فسادا ودمارا، وخطوا بأيديهم هذه العبارات الاستفزازية لسكان تلك المنطقة. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. أيام التهدئة المؤقتة تكشف الواقع المأساوية لجرح العدوان الإسرائيلي في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة. ووزارة الصحة تناشد نقل آلاف الجرحى للعلاج في الخارج، ولا سيما أن معظمهم يعاني من إصابات بالغة. أكرم دلول. مشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قد يكون واحدا من أكثر المشافي في القطاع اكتظاظا وضغطا في أعداد الجرحى والمصابين، ولا سيما ممن حولوا من مشافي غزة والشمال بفعل خروج معظم المشافي هناك عن الخدمة على وقع العدوان الإسرائيلي. أنا من جبالي، تم قصف بيت لجيراننا ووقع الركام كله علينا، جميع اللي في البيت مات استشهدوا. خرجت أنا وأخوي من تحت ركام البيت بعد شوي، يعني بس بإصابات قوية جدا، يعني زي ما أنت شايف نزيف داخلي في الرئة وفي الجسم،
وكسور. داخل أقسام العناية المركزة قد يكون المشهد أكثر كارثية، ويلخص طبيعة الضغط الذي تعيشه وزارة الصحة بما تبقى لديها من إمكانات رغم القصف والعدوان الإسرائيلي إلى جانب الحصار. هذا شاب فلسطيني بترت أطرافه بفعل العدوان الإسرائيلي، يحتاج كما يقول إلى تحويلة خارجية لتلقي العلاج اللازم. بدي أطلع أتعالج اليوم قبل بكرة، إن شاء الله هلقيت أجد تحويلة، بدي أطلع دغري، بديش أتمان، مش قادر تري، بجعوني لهم كم يوم، لفوق الأربعة أيام وجع بكلهم، يا رب يشفي كل أمة محمد. هو ضغط هائل وفوق الطاقة الاستيعابية لوزارة الصحة، إذن دفع الكثيرين في غزة لتجديد نداءاتهم بسرعة تحويل هؤلاء الجرحى إلى المشافي الخارجية لتلقي العلاج اللازم. المستشفيات في المنطقة الجنوبية لا يوجد بها أي أسرة فارغة لاستقبال هؤلاء المصابين، ويتم جدولتهم حسب الأولوية لإجراء العمليات الجراحية لهم. نعم، نحن بحاجة إلى تحويل عدد كبير من هؤلاء المصابين، كون هؤلاء المصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية متقدمة بسبب نقص الإمكانيات والقدرات لدى الكوادر الطبية. إذن وفي ظل غياب أدنى مقومات العلاج أمام الضغط الكبير في أعداد الجرحى والمصابين على مشافي غزة، تسعى هذه العائلات على هذه الشاكلة لتسجيل أبنائها الجرحى في محاولة منها لتمكينهم من السفر للخارج عبر معبر رفح البري ليتلقوا العلاج اللازم المفقود في القطاع المحاصر. أكرم دلول، غزة، الميادين. إلى سوريا، حيث شنت طائرات إسرائيلية عدوانا استهدف مدارج مطار دمشق الدولي، الأمر الذي تسبب في خروجه من الخدمة وتحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية. هذا ودارت كوبا بشدة القصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا، لا سيما ضد مطار دمشق، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة ذلك البلد. وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغر قال إن الإفلات من العقاب الذي تمارسه إسرائيل في أعمالها يجب أن ينتهي. مراسل الميادين في العراق أفاد الليلة الماضية بسماع دوي انفجار تبعه تصاعد أعمدة الدخان قرب قاعدة حرير في مدينة إربيل بكردستان العراق. إلى ذلك قال الناطق باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني إن معلومات المقاومة العراقية تتطابق مع ما اعترف به العدو عن حجم العمليات وعددها وتأثيرها والتي استهدفت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. في منشور له عبر موقع إكس أكد الحسيني أن المقاومة لم تسجل أي عملية يتيمة ولم تتبنى أي عملية لم يعترف بها العدو. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن باتجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن كانت تستجيب لنداء استغاثة من ناقلة المواد الكيميائية سنترال بارك. من جهته أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في بيان له الاستعداد لتأمين مسار الملاحة الدولية وردع سلوك أنصار الله بحسب البيان، وذلك من خلال رفع جاهزية قوات المجلس البحرية والعمل لتطويرها بالشراكة مع دول التحالف والشركاء الإقليميين والدوليين. تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تصدر أي بيان يتعلق بالحادث، علما بأنها تبنت من قبل احتجاز السفينة جالاكسي ليدر. في لبنان، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن ما شهده قطاع غزة يثبت أهمية سلاح المقاومة في لبنان. وفي كلمة له خلال حفل تأبين الشهيد خليل جواد شحيمي في بيروت، أشار صفي الدين إلى أنه لو نجح المشروع الأمريكي في غزة لكان التوطين قد أصبح موضوعا بديهيا. بمنطق هؤلاء أنه الشعب الفلسطيني تم توزيعه طبعا ضمن مشروع سيناء، ما ادري اذا سمعتم او لا، ضمن مشروع تهجير اهل غزه الى سيناء. كان هناك تقسيم لاهل غزه، يعني 100,000 بالبلد
200,000 بالبلد، ما كله بلد يعني، طبعا مش بس على سيناء، الجزء الأكبر على سيناء كان هناك توزيع في مختلف البلدان، يعني تشتيت القضية، تشتيت أهل غزة، هذا فشل. وهذا المشروع لم ينتهي إلى اليوم، رغم أن الوقوف بوجهه كان قوياً والسد بوجهه كان قوياً من بعض الدول العربية المعنية بهذا الشأن، لكن هذا المشروع لم ينتهي. طالما هناك إسرائيلي يفكر بدولة يهودية خالصة، يعني هذا المشروع سيبقى على الطاولة أو في الأدراج بشكل دائم. أضرار كبيرة خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 48 يوما على قرى جنوب لبنان وبلداته، لكن الأهالي الذين عادوا لتفقد منازلهم وأرزاقهم يؤكدون الثبات واستمرار مساندة من يدافعون عن أرضهم. حسين السيد. هذا بنك أهداف إسرائيل في جنوب لبنان، منازل المواطنين وحدائق عامة ودور العبادة. هنا في بلدة يارون الحدودية طال العدوان الكثير من المنازل، وأيضا كنيسة مار جرجس الواقعة وسط البلدة كان لها نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية. نحن قدام عدو شرس، قدام عدو متوحش همجي ما بيميز بدور العبادة بين حدا، اللي عم يقتل الطفل واللي عم يقتل المرأة والشيخ والبريء ما رح يتردد ويكون في عنده وازع خلقي أو إنساني أو ديني أو أخلاقي إنه ما يضرب دور العبادة. تركت البيت من 40 يوم أنا ومرت ولادي وظهرنا سكننا بسور، وجيت لقيت البيت مدمر محروق كله وضاربين وحارقين وما يعني فيش شيء. مشاهد الدمار هذه ليست جديدة على أهالي الجنوب. عام 2006 طال العدوان الإسرائيلي معظم المنازل هنا. اليوم يؤكد الأهالي أنهم سيعاودون بناء منازلهم كما فعلوا سابقا. إسرائيل ما بترهبنا بوجود الشباب والمقاومين. صحيح صار في قصف حوالينا كثير، بس ضلينا صامدين وحنبقى صامدين قد ما يصير. هذا العدوان الإسرائيلي لا يرهبنا، ونحن باقيين وصامدين بأرضنا حتى آخر رمى. ودمروا بيوت مش مشكلة، دمروا بحرب تموز دمروا كثير، عمرناها بتعبنا وبكل شيء للبلد. يد العدوان الإسرائيلي طالت أيضا هذه الحديقة الكبيرة في مارون الراس، وهي مكان عام يعد متنفسا لأهالي المنطقة. أضرار كبيرة خلفها العدوان الإسرائيلي في ممتلكات الأهالي في القرى الحدودية، لكنهم يؤكدون الثبات والاستمرار لمساندة من يدافعون عن الأرض والوطن. حسين السيد، يارون، جنوب لبنان، الميادين. نبقى في لبنان، حيث أحيت بلدة مشغرة وقرية الميادين ذكرى أسبوع الشهيدة المراسلة فرح عمر باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة. حضرهم ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية وفعاليات وحشد من الأهالي. كلمة عائلة الشهيدة ألقاها ابن عمها هادي عمر، الذي أكد أن العدو خاف من صوت فرح وكاميرا الميادين فاستهدفها لتلتحق بركب الشهداء على طريق القدس، ودعا إلى إكمال الطريق والوفاء بالعهد. بدورها الميادين أكدت الاستمرار على الدرب الذي خططه فرح بدمها وعدم السكوت عن قضيتها. رحلت فرح وهي تستودعكم الوطن والمقاومة والكلمة، فاحفظوا الأمانة وصونوا العهد وأكملوا الطريق حتى لا يبقى محتلا في بلادنا. واليوم في هذه الذكرى نقول، رغم الألم الذي يعتصر قلوبنا على فراقك، إلا أن فخرنا واعتزازنا بشهادتك لا يعادله أي فخر في الدنيا، وهو وسام نعلقه على صدورنا. لكن فرح التي أراد هذا الاحتلال أن يسكت صوتها أيها الأعزاء، نحن وإياكم اليوم نعاهدها ونؤكد لها، هي والزميل ربيع ومعهم حسين عقيل، بأننا لا يمكن أن نسكت. لن يخيفنا شيء، لا طائرات هذا الاحتلال ولا صواريخه ولا قصفه، ومهما حاول أن يخيفنا، إن كان في فلسطين المحتلة هو أراد أن يسكت صوت الميادين، ونحن بالأمس نقلنا فرحة الأسرى الفلسطينيين وهم يخرجون من سجون الاحتلال،
وقلنا له أنك لن تستطيع أن تسكت هذا الصوت، وأنت عندما تقتل فرح عمر فإن دم فرح عمر إن شاء الله أيها الأعزاء سيكون وقودا للانطلاق أكثر وأقوى وبكل عزم باتجاه نقل بطولات المقاومة في لبنان التي ستستمر بطبيعة الحال طالما استمر هذا العدوان على غزة. لن يردعنا هذا العدو كرما لعيون فرح ولعيون ربيع الذي كان يرافقها طيلة نقلهم هذا الواقع كما هو من جنوب لبنان. وفي سوريا نظمت الفصائل الفلسطينية وقفة أمام مكتب الميادين في دمشق تحية للشهداء فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل. المحتشدون عبروا عن تضامنهم مع الميادين مؤكدين أن الإرهاب الإسرائيلي لا يمكن أن يثنيها عن فعلها المقاوم. تقرير محمد الخضر. فلسطينيون وسوريون تجمعوا أمام مكتب الميادين في دمشق لتقديم التعازي بالزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع معماري. أرادوها وقفة تقدير للقناة وإدارتها وكوادرها بما تمثله من منبر حر بوصلته فلسطين والمقاومة وقضايا الأحرار في كل مكان. دمتم صوتا مقاوما عظيما كبيرا لشعبنا الصامد الصابر المظلوم ولقضيتنا العادلة ولمقاومتنا الباصلة حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر. ونحن نعتز بشهدائنا الإعلاميين كما نعتز بشهدائنا الذين يروون دماءهم في مواجهة الكيان الصهيوني. دور رائد تؤديه الميادين في فضح العدوان الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وجنوب لبنان، دور يكمل ما بدأته في الدفاع عن وحدة سوريا ومواجهة الضغوط على شعبها إلى ميادين اليمن والعراق ولبنان وتونس وكل بقعة عربية. نعتز ونفتخر بشهداء الصحافة بشكل خاص الذين رفعوا رأس الصحافة العربية عاليا ونشروا الكلمة الحرة، الكلمة المرافقة للبندقية المقاتل على أوسع مساحات هذا العالم. المشاركون في الوقفة التضامنية استذكروا تضحيات عشرات الإعلاميين الفلسطينيين الذين قدموا أرواحهم في معركة فضح الجريمة الإسرائيلية ونصرة الفلسطينيين في مواجهة العدوان. والميادين التي عمدت مسيرتها المهنية بدم شهيديها فرح عمر وربيع المعماري تجدد كل يوم عهد الوفاء والالتزام بخط مهني حر عنوانه فلسطين والقدس بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ولدعم قضايا الأحرار في العالم، انطلاقا من وقوفها مع الإنسان في كل مكان ونقل الواقع كما هو. محمد الخضر، دمشق، الميادين. وفي أستراليا حضرت أيضا صور الشهيدين فرح وربيع خلال تظاهرة حاشدة في مدينة سيدني. المشاركون حيوا شهداء الصحافة معتبرين أن استهدافهم هو بمنزلة جريمة حرب، كما أكدوا دعمهم قطاع غزة ونددوا بالعدوان الإسرائيلي. خرج ألاف الأشخاص في ولاية نيويورك الأمريكية في تظاهرة دعما لأهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي. المحتجون رددوا شعارات ضد الاحتلال الإسرائيلي وطالبوا بوقف العدوان على غزة وفك الحصار عن القطاع، كما أكدوا دعم القضية الفلسطينية وحق أهالي غزة في الحصول على مستلزمات الحياة. Down, down with occupation. Up, up with liberation. Down, down with occupation. Up, up with liberation. Down, down.
وفي جزيرة ريونيون الفرنسية خرج المئة في تظاهرة داعمة لفلسطين وللمطالبة بوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية تجاه غزة وشعبها. المتظاهرون حملوا الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال، ولفتوا إلى أن الاحتلال والمذابح التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية رفعا مستوى الوعي في جميع أنحاء العالم وحتى في الجزر الصغيرة فيما وراء البحار. وفي بريطانيا احتج عدد من الأشخاص في متحف تيت مودرن بالعاصمة لندن دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. المنظمون قالوا إن هدف الاحتجاج المطالبة بالمقاطعة الثقافية لإسرائيل، وأكدوا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى سكان القطاع. دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونه على موقع الميادين باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.